الرئيس الأمريكي يمدد العقوبات على نظام الأسد بموجب قانون الطوارئ الخاص بإجراءات النظام. ونظام الأسد يصف مؤتمر بروكسل بالمسيس والداعم لاحتلال الأراضي السورية. ومنظمة سورية تطالب مجلس الأمن الدولي بالتحرك على خلفية مجزرة حي التضامن. مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في نشرة أخبار المنتصف تأتيكم من قناة حلب اليوم. وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن أمرا تنفيذيا يمدد حالة الطوارئ الوطنية فيما يتعلق بإجراءات النظام لمدة عام آخر، مؤكدا على أن هذه الإجراءات تشكل تهديدا غير عاديا للولايات المتحدة الأمريكية. جو بايدن يمدد حالة الطوارئ الوطنية الخاصة بإجراءات النظام عاما إضافيا. البيت الأبيض وفي بيان له قال إن وحشية النظام وقمعه للشعب السوري الذي دعا إلى الحرية والحكومة التمثيلية لا تعرض الشعب السوري فقط للخطر، بل تولد أيضا حالة من عدم الاستقرار في جميع أرجاء المنطقة. البيان أضاف أن تصرفات النظام وسياساته بما في ذلك ما يتعلق بالأسلحة الكيميائية ودعم المنظمات الإرهابية ما تزال تشكل تهديدا غير عاديا للأمن القومي والسياسة الخارجية والاقتصاد للولايات المتحدة، وأنه نتيجة لذلك أعلنت حالة الطوارئ الوطنية في الأمر التنفيذي رقم 13338 وتوسيع نطاقها في أوامر أخرى. الأمر التنفيذي رقم 13338 هو عبارة عن إعلان حالة الطوارئ في العلاقات مع النظام من قبل الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش الابن عام 2004، وليتم تمديدها من الإدارات اللاحقة وفق قانوني محاسبة سوريا واستعادة السيادة اللبنانية. القانون الأمريكي طرأ عليه تعديلات عامي 2006 و2012، حيث صدرت عقوبات إضافية بحق النظام وأسماء بارزة في أركانه، منها تجميد ممتلكات وأصول عدد من الأشخاص المرتبطين بالأسد، فضلا عن حظر تصدير بعض السلع. واليوم يؤكد بيان البيت الأبيض إدانته لأعمال النظام وما وصفها بالعنف الوحشي وانتهاكاته لحقوق الإنسان، ويدعو لإيصال المساعدات الإنسانية دون أي عوائق، لكنه يترك الباب مواربا ويشير إلى أن واشنطن تنتظر تغييرا في سلوك النظام وفق القرار الدولي رقم 2254 لإنهاء حالة الطوارئ المفروضة عليه. وللمزيد حول هذا الموضوع معنا الأستاذ غزوان قرنفل مدير تجمع المحامين السوريين مباشرة من مرسين. أستاذ غزوان مرحبا بك على شاشة حلب اليوم. يعني بداية، كيف تنظرون لهذا القانون ولماذا تم تمديده كل هذه الفترة من السنوات؟ تحياتي لحضرتك وللسادة المشاهدين. يعني الحقيقة أنا بشوف أنه هذا مو أكثر من هراء، يعني لا قيمة له ولا يغير من واقع الحال شيء على الإطلاق. يعني طالما حالة الطوارئ المزعومة أعلنت منذ 2004، يعني مضى على إعلانها حوالي 16 سنة أو 18 سنة، ما الذي تغير في المشهد وفي سلوك النظام السوري منذ ذلك التاريخ؟ هل ترتب شيء على كل الجرائم والانتهاكات اللي ارتكبها؟ هل ترتب شيء على جريمة الكيماوي أو المذابح الأخرى اللي آخرها شاهدناها كلنا؟ يعني هل ترتب شيء على اغتيال الحريري؟ يعني كل هاي الجرائم والانتهاكات عم تواجهها الولايات المتحدة بمزيد من الكلام ومزيد من البيانات والهراء الفارغ اللي لا يشكل أي قيمة مضافة بحسابات السوريين. يعني ولكن ألا يمكن القول إن يعني هي أفضل من لا شيء؟ يعني في النهاية ألا تؤثر على النظام وعلى اقتصاد النظام صح التعبير؟ النظام قادر إنه يتعايش مع هذا الوضع عشرات السنوات الأخرى. يعني كلنا بنعرف إنه قانون قيصر فرض عقوبات على النظام وعلى الشركات المتعاملة مع النظام،
سواء كانت عربية أو غربية. ما الذي تغير منذ ذلك التاريخ؟ طبعا أنا لا أهمل أو لا أغمط قيمة الأشياء حقوقيا، ولكن يجب أن يكون لها هدف نهائي. أما ترك الأمور على إطلاقها يعني هذا لا يمثل أي شيء ما لم تقترن الإجراءات الحقوقية بسياسات على أرض الواقع توصل إلى نتائج، فيبقى مجرد يعني أوراق حقوقية تحفظ في الأدراج وانتهى الموضوع لا أكثر ولا أقل. طيب يعني كيف تنتظر الولايات المتحدة مثلا من نظام قتل 1,000,000 سوري وهجر نصف شعب الدولة السورية أن يبدل سلوكه ليتنازل بموجب هذا التبديل عن السلطة مثلا بحسب 22-54 بحسب قانون الدولي؟ طيب النقطة هنا ربما إلى أي مدى يمكن القول أن المتأثر الفعلي من هذا القانون القديم يعني من 2004 أو حتى غير هذا القانون من القوانين الأمريكية والعقوبات المفروضة هو الشعب السوري بالفعل داخل مناطق النظام، خصوصا مع الأوضاع الاقتصادية المتردية اليوم؟ لا، هو النظام بكل تأكيد ومنظومته الاقتصادية عم تتأثر، هذا واضح للعيان يعني. وبالتأكيد راح يكون في يعني ارتدادات بتأثر على الوضع العام بالنسبة لباقي السوريين اللي هن تحت سلطة النظام، ولكن الأهمية في هذا الأمر أو هل هذا السلوك يغير، يعني هل العقوبات الاقتصادية عبر التاريخ غيرت نظام حكم؟ هذا الكلام غير صحيح. حتى الولايات المتحدة نفسها تقول أنها تريد تغيير سلوك النظام، يعني لا تريد تغيير النظام، وبالتالي هو قادر كما أسلفنا على التكيف مع كل الضغوط والأوضاع، خصوصا أنه دائما ما يكون هناك بدائل. يعني اليوم الأمم المتحدة من حيث تريد أو لا تريد تغذي شبكة مصالح النظام بالأموال، يعني وهذا ثبت عبر عدة تقارير يعني سابقة في هذا المجال. اليوم مشاريع الإنعاش المبكر أو يعني هي بديل عن فكرة إعادة الإعمار عم يتم الترويج له والحديث بشأنه، فيعني هذا السياق أنا بشوفه استنفذ. المفروض يكون إذا كان فعلا الولايات المتحدة أو غيرها من الدول حريصة على الاستقرار في المنطقة، حريصة على مصالح شعوب المنطقة، أن تتخذ إجراءات عملية باتجاه إنهاء بنية النظام بالكامل، وهي قادرة أن تفعل ذلك في غضون 24 ساعة لو أرادت. نعم، أشكرك جزيل الشكر للأستاذ غزوان قرنفل مدير تجمع المحاميين السوريين ضيفي من إسطنبول. وصفت وزيرة الخارجية والمغتربين في حكومة النظام مؤتمر بروكسل في دورته السادسة بالمسيس، وأنه لا يعكس أي حرصا حقيقيا على مساعدة الشعب السوري. واعتبرت خارجية النظام في بيان لها أن المؤتمر لا يتفق مع مبادئ الأمم المتحدة الناظمة للعمل الإنساني يتم دون مشاركة الدول المعنية الأساسية، مشيرة إلى أن الدول المنظمة للمؤتمر أو المشاركة به تحتل أو تدعم احتلال الأراضي السورية، وأن هذه الدول تسيس المساعدات وتربطها بشروط مسبقة وتعرقل عملية إعادة الإعمار وعودة اللاجئين على حد تعبيرها. وكانت أعمال مؤتمر دعم مستقبل سوريا والمنطقة انطلقت أمس الاثنين في العاصمة البلجيكية بروكسل في دورته السادسة بمشاركة ممثلين عن حكومة ومنظمات دولية وإقليمية ومنظمات المجتمع المدني. اللافت ربما هذا العام هو عدم دعوة روسيا إلى المؤتمر وحضور أصوات سوريا. اجتماع جديد للمانحين في بروكسل بهدف دعم مستقبل سوريا والمنطقة، تغيب روسيا وتحضر الأصوات السورية الممثلة لبعض مؤسسات المعارضة في تطور يعكس رغبة أوروبية بإقصاء موسكو هذه المرة. ينتظر السوريون إذن تعهدات جديدة لعام 2022 تكون أفضل من سابقاتها، تضمن ربما عودة أمينة لهم بحسب ما جاء في كلمة الناشط السوري وسيم الحاج في جلسة إعطاء مساحة للأصوات السورية في مؤتمر بروكسل السادس. هم قالوا لي أن المجتمع الدولي يعلم كل شيء،
لكن لا توجد إرادة دولية حقيقية لتحقيق الحل السياسي الشامل. علاوة على ذلك هم قلقون جدا من عمليات التطبيع التي قد تنتهجها بعض الدول مع نظام الأسد، وهذا يعني بالنسبة لهم أن الوضع في سوريا لن يتغير بل سيزداد سوءا. تحث الأمم المتحدة المانحين على زيادة البذل والإيفاء بتعهداتها للعام السابق والتي بلغت 4.4 من مليارات الدولارات، بينما كانت تطالب بعشر مليارات. أما هذا العام فتبدو الحاجة أكبر في ظل التضخم العالمي للأسعار وتفاقم الأزمات في سوريا بحسب إحصائياتها. ليست وحدها حجم الأموال التي لم تكن بالمستوى المطلوب، فسياسة الدعم الحالية والتي تقتصر على مشاريع مؤقتة لم تغير واقع السوريين المتفاقم. ولذا يقول الحاج إن المجتمع المدني في الداخل السوري يأمل دعم مشاريع التنمية المستدامة في جميع المناطق وخاصة شمال سوريا، لما سيسهم هذا الدعم في تحقيق الاستقرار الفعلي في المنطقة. سياسياً ربما يعني أي حراك دولي يخص الملف السوري نحن ننظر إليه على أنه مهم، ولكن يعني تحدثنا مراراً حول هذا الموضوع بأنه لا حلول إنسانية لقضايا سياسية، وأن الملف السوري هو في النهاية ملف سياسي. المهم بالنسبة لنا أن تتشكل إرادة دولية حقيقية داعمة ودافعة باتجاه تطبيق العملية السياسية بشكل كامل. يظهر المؤتمر الإنساني هذا العام بصبغة جديدة لا تخلو من السياسة، لا سيما في ظل إقصاء موسكو وحضور وفد من الائتلاف الوطني برئاسة سالم المصلط، وهو ما تعتبره روسيا انزلاقا إلى التسييس المتهور للقضايا الإنسانية بحسب بيان لخارجيتها، ملوحة باستخدام الفيتو في مجلس الأمن ضد آلية تمرير المساعدات، بينما تعتبره المعارضة بمختلف أطيافها خطوة متأخرة في الاتجاه الصحيح من خطوات كثيرة يأمل السوريون تنفيذها. دعا وزير الشؤون الاجتماعية اللبناني هكتور الحجار خلال مؤتمر بروكسل لتعويض بلاده عن تداعيات النزوح السوري عبر خطة موزعة على فترة زمنية محددة. وقال الحجار إن بلاده تستضيف حاليا نحو 1.5 مليون نازح سوري، وهم نازحون وليسوا لاجئين، حيث يقيمون في خيام في ظل ظروف لا تليق بالإنسانية ومحرومون من كل الموارد ووضعهم في غاية الهشاشة. وأضاف الحجار أن لبنان يعتمد على المجتمع الدولي لدعمه بهدف إنقاذ النازحين السوريين والمجتمع اللبناني في ذات الوقت، مطالبا بضمان عودة آمنة وفورية للنازحين السوريين إلى المناطق الآمنة في بلادهم. شاهدينا نشرتنا مستمرة وفيها بعد فاصل قصير. بعد سنوات من الإهمال، أراض زراعية في عفرين تعود الحياة إليها من جديد. مرحبا بكم من جديد مشاهدينا الكرام في نشرة أخبار المنتصف تأتيكم من قناة حلب اليوم. طالبت 17 منظمة سورية عاملة في المجال الإنساني والحقوقي والمجتمع المدني بالتحرك الفوري ردا على المجزرة التي ارتكبها نظام الأسد في حي التضامن. وقالت المنظمات في بيان مشترك
وجهته إلى أعضاء مجلس الأمن الدولي، قالت إن المقطع المصور الذي أظهر المزرة يرقى ليوصف بجريمة حرب، وأن على مرتكبيها أن يمثلوا أمام مجلس الأمن، مؤكدين أن كل ما سبق توثيقه من فظائع لم يكن دليلا واضحا كوضوح جريمة التضامن التي حصلت دون أي اعتبار لإنسانية الضحايا أو خوف من العواقب. للمزيد معنا الآنسة سمية الحداد، مديرة قسم التقارير في شبكة سورية لحقوق الإنسان. مرحبا بك سيدة حداد على شاشة حلب اليوم. يعني كيف يمكن الاستفادة من هذه الفيديوهات في مجلس الأمن الدولي، وكما يعني تحدث الخبر هي واضحة وضوح الشمس ولا تحتاج إلى يعني أي شرح أو توضيح؟ خير، صحيح كما ذكرت حضرتك أنه هاي الفيديوهات ليس الفيديو الأول حقيقة الذي يوثق ارتكاب جرائم حرب بحق المدنيين السوريين، لكنه يمتاز فعليا عن الفيديوهات السابقة بالتحقيق اللي صار على هذا الفيديو تحديدا، واللي من خلاله تم التوصل الى مرتكب هذا الجرم بالاسم وانتزاع اعتراف منه. عمليه انتزاع الاعتراف هي نقطه القوه اللي في هذا الفيديو، لانه الاعتراف هو سيد الادله، وبالتالي قام هذا العنصر بارتكاب هذه الجريمه، وهو عنصر لدى المخابرات السوريه فرع 227، وهو احد تشكيلات المنظومه يعني في سوريا، وبالتالي هي إدانة لكامل المنظومة بموافقتها على هذا ارتكاب هذه المجزرة، وبالتالي من هنا ارتكب يعني اكتسب هذا الفيديو قوته. إلى أي مدى من الممكن أن يفضي بيان المنظمات إلى محاسبة الأسد ومرتكبي الجرائم؟ يعني نحن منذ بداية ما جرى في سوريا عام 2011 وإلى الآن لا نشاهد سوى التوثيق ثم التوثيق فقط. صحيح، لأن دائما نحن نسعى دائما إلى عملية الضغط والمتابعة ومناصرة هذه القضايا وتسليط الضوء عليها. البيان هو هذا موجه لمجلس الأمن، ولكن هو إحدى الخطوات التي تقوم بها هذه المنظمات، ونحن في الشركة السورية لحقوق الإنسان نعمل حاليا على تواصل مع حتى صناع القرار مع الحكومات للتأكيد على هذه الحصول على إدانة لهذه المجزرة وتسليط الضوء، كما يعني دائما نفعل انه هذه يجب ان لا تمر هذه المجزرة تحديدا بظل وجود اعتراف، وخاصة في ظل انه دوليا وقانونيا مجلس الأمن ما زال هناك عجز عن اتخاذ الخطوات التي يجب ان يتم اتخاذها فعليا، والتي يتم اتخاذها في مناطق اخرى وفي حال ارتكاب جرائم في دول اخرى مع الأسف. طيب ما هي الخطوات التي يمكن اتخاذها في حال أراد المجلس الدولي اتخاذ أي موقف إجرائي بناء على هذه الفيديوهات؟ هلا نحن نعرف انه نحن بالوضع الطبيعي لازم يكون هذه العمليه تحيل الوضع في سوريا المحكمه الجنائيه الدوليه، لكن للاسف لدينا يعترض هذا الامر في مجلس الامن قرار الفيتو الروسي الصيني الذي دائما يتم اشهاره لوقف اي خطوات جاده تؤدي الى محاسبه النظام السوري، كما فشل مجلس الامن ايضا في تاسيس محكمه خاصه بالشان السوري. في هذا البيان دعونا الى انشاء تحقيق مستقل يصل على هذه المجزرة في ظل وجود هذه المعطيات التي تدين النظام بشكل أو بآخر. أشكرك جزيل شكر الأستاذة سمية الحداد، مديرة قسم التقارير في الشبكة السورية لحقوق الإنسان. ذكرت منظمة Human Rights Watch أنه على الرغم من أن إطلاق سراح المعتقلين من سجون النظام المروعة نبأ سار، إلا أنه لم يقدم أي معلومات عن الكثيرين الآخرين الذين ما يزالون محتجزين. قالت المنظمة في بيان لها إن الصور المنشورة خلال الأيام القليلة الماضية تظهر حشودا من الأشخاص تجمعوا تحت جسر الرئيس في العاصمة السورية دمشق، ينتظرون بفارغ الصبر الوصول المحتمل لأحبائهم، مشيرة إلى أن الفوضى حول عمليات الإفراج المحدودة كانت مفجعة للعديد من العائلات التي بحثت دون أي جدوى عن معلومات عن الأقارب المحتجزين منذ سنوات، مؤكدة على أن أهالي المعتقلين السوريين يستحقون إجابات حول مصير أبنائهم.
حصد ناد سوري أسسه مهجرون من ريف دمشق في مدينة إدلب الميدالية الذهبية ببطولة كلس الدولية للجودو التي أقيمت في ولاية كلس التركية، إضافة إلى فوزهم في بطولات محلية كثيرة. منذ تهجيره من ريف دمشق ووصوله إلى إدلب، قرر لاعب الجودو خالد الخطيب افتتاح نادي لتدريب الأطفال الراغبين بلعب هذه الرياضة، محاولا تقديم خبرته للمنتسبين إلى النادي والحفاظ على استمرار اللعبة في الشمال السوري. هلا نحن تهجرنا بال 2017 من وادي بردة من دمشق، بأول 2017 بنص 2017 تقريبا شهر السادس افتتحت مركز باسم نادي دمشق الرياضي وبلشت التدريب فيه، والحمد لله حسنا نستقطب لاعبين من كافة المحافظات، دمشق، حلب، حمص، حما، درعا، من كافة المحافظات السورية، بما أنه التهجير إجا لكل سوريا، وصارت عدة بطولات على مستوى المحرر. طبعا الحمد لله سيطرة كاملة لنادي دمشق بكافة الفئات، مشاركات عدة على المستوى المحلي والدولي، نال خلالها نادي دمشق ميداليات مختلفة آخرها كانت ذهبية في بطولة كلس للجودو التي أقيمت في تركيا. طبعا نحن طلعنا من هون كلاعبين يعني على مستوى المحرر، لعبنا نحن هون بطولات محلية على مستوى المحرر، طبعا هون يعني ما عندنا نحن مستويات مثل فوق، يعني نحن اول ما وصلنا لفوق على كلس يعني كان لها رهبه، اول ما فتنا على الصاله يعني الصالات كبيره وعالم وجمهور كثير، كان لها رهبه كبيره، يعني الحمد لله نحن يعني رغم انه كان ما عندكم امكانيات سابقه، يعني رغم قله الامكانيات اللي عندنا طلعنا نحن وكسرنا رهبه الخوف وحققنا مراكز يعني ذهب وفضة وبرونز. يحتاج الشمال السوري لتنظيم بطولات أكثر ورياضات متنوعة لمواكبة الأحداث الرياضية بهدف إيصال الرياضيين من الشمال السوري إلى العالمية. أصدرت إدارة الشرطة العسكرية في مدينة الباب شرقية حلب تعميما بمنع إطلاق الرصاص عشوائيا في المدينة. الشرطة العسكرية قالت في بيان لها إنه سيتم تسيير دوريات في المدينة بالتعاون مع الأمن العام والجيش الوطني لاعتقال مطلقي الرصاص وإحالتهم إلى القضاء أصولا. كما حددت الشرطة عقوبة مطلقي الرصاص العشوائي بالسجن لمدة لا تقل عن 3 أشهر وغرامة مالية تتراوح بين 1,000 و3,000 ليرة تركية. أكثر من 5 هكتارات من الأراضي الزراعية المهملة في منطقة عفرين شمالية حلب أعيد إحياؤها بواسطة مزارعين عبر مشاريعهم الزراعية رغم قلة الدعم وشح المياه. على امتداد هذا السهل، لم تكن هذه الأراضي قبل عدة أعوام خضراء إلى هذا الحد. أراضي زراعية تقع بين جبلين في منطقة عفرين شمال حلب، حولها المزارع أبو عبد الله ومزارعين آخرين لأرض مزروعة بمختلف أصناف الخضروات رغم المصاعب التي واجهتهم. زرعي هلا خضرة وبندورة وفليفلة وبدنجان وهيك شغلات، وعملنا هلا عملنا من قلة المي شوي ومن سماد، لا حدا دعمنا لا بسماد لا ببخ لا بزراعة وشي وشي يعني لا بزور، كل شيء عم نجيبه في الدين. ومنعنا لسا من الفحول، هلاق الفحول لسا كمان في نقص فحول، ما عملاق فحول هلاق لأنه صار حصاد محصاد، صار ساعة الفاعل 15 ليرة، ما بتوفي معنا 15 ليرة ما بتوفي معنا. زراعة هذه المساحة من الأراضي تحتاج لأيد عاملة، الأمر الذي بات لا يتوفر بسهولة في ظل الغلاء وارتفاع الأجور التي تركت أثرها على المزارع وعلى العامل على حد سواء. كنا قبل الفاعل يأخذ بالساعة 3 ليرات للأربع 5 ليرات بسيارته خالصة، هلق العامل عم نقول له 5 ليرات عم يشكي من الأجر يعني قليل كتير، قلنا له والحل؟ قال 5 ما توفي معنا، وفعلا ما توفي. ليش؟ لأنه كل شيء غالي، يعني هلا مثلا عم يشتغل 5 ساعات 5 ساعات 25 ليرة، ومهن صافية له، في سيارة في تشاويش في كذا، يعني شو توفي مع العامل؟
استثمار كل مساحة متاحة للزراعة من شأنه تخفيف الأعباء الاقتصادية على سكان الشمال المحرر وتوفير الخضروات والمواد الغذائية بأسعار مقبولة. توسعة المساحة المزروعة ودعم المزارعين وتشجيعهم من شأنه أن يساهم بخفض أسعار الخضروات التي شهدت ارتفاعا كبيرا في الآونة الأخيرة. مجد العمر، حلب اليوم، أفري. نهاية النشرة، ولمزيد من الأخبار يمكنكم متابعتنا على وسائل التواصل الاجتماعي وأيضا على موقعنا الإلكتروني حلب توداي تي في دوت نت. في أمان الله.